أمس متعرف على طريقة كيفية تفعيل السحب الجانب اليساري لهذا الترتيب بالطبقات. نقوم بالضغط على تطبيق إبسبانت إكس، من ثم سوف نقوم بالضغط على تطبيق الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط على السحب الجانب ليصل لإعادة ترتيب الطبقات. وهكذا نكون قد قمنا بتفعيل السحب الجانب ليصل لإعادة ترتيب الطبقات. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.